هنيئا لمدينه سازا بموسمها الثاني لتقطير الزهر اللي كيعرف واحد النقله نوعيه من حيث الكيف ومن حيث الفقرات والبرامج المتنوعه والضيوف اللي زارونا من الفنانين من مدينه الشاون ومن مدينه فاس ومن مدينه وجده ومن مدينه الرباط. وفي هذا الفضاء الجميل المشوار اللي كيعيش الجمهور المتعطش التازي والضيوف اللي جاوا من عده مدن مغربيه اللي كيعيشوا هذه الفقرات الجميله مع السماع والمديح والذكر النبوي. وكانت اليوم كان مع في دار الثقافه تجويد القران الكريم اللي كانوا خير المقرئين في هذا المساء وهذا الفضاء الجميل المشور اللي كيحيي بان تازا ولاده وكتعطي لمجموعه تاع الفنانين الكبار. الزهر هو من تقدر الزهر هو من طقوس هذه المدينه الرائعه وهذه الاشجار ديالها اللي موجودين في المدينه وفي الضواحي وكتعطي تبارك الله واحد الغله كبيره يرتقي السكان تازا انهم كيحبوا هذه العاده وهذا التقليد لهذا الوضع والزهر اللي كيصلح للرائحه والدواء وهو جميل والله يحب الجمال. ونتمنى ان شاء الله لهذا المهرجان الاستمراريه ويكون ان شاء الله النسخه القادمه ان شاء الله في احلى الحلل وابهى الحلل اللي كتبغي هذه المدينه ونرقاو بهذه المدينه ان شاء الله لما فيه خير الجميع.